اهلا وسهلا حبيباتي الغاليات، كيف دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، اموركم طيبه. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو، فيديو جديد ان شاء الله من سوق الحد. غنبارطاجي معكم جديد بوركيني عند حسن ستور، غنشارك معكم جديد عند كذلك مرجانه، وغادي نوريكم المشتريات ديالي. ولكن قبل بغيتكم كاملين ديروا لي لايك وتخليوا لي شي تعليق ولو ايموجي، وتبارطاجيو الفيديو الماكسيموم مع صحابكم مع عائلتكم باش هكا العائله ديالنا تزيد تكبر. انا جيت للميزو مرجانه، جيت باش نوريكم الجديد اللي جاب. دخلوا صابونه ديال النيله طبيعيه 100%، هانتوما راه الثمن ديالها 30 درهم. دخلوا اوسي زيت ارغان طبيعي، بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا شي حاجه فيت في 80 درهم بلا ما يهبطوا حتى السوق، راه جاب لكم زيت ارغان طبيعي. كذلك هذا الزيت هذا ديال اوكيبي ديال تكبير الارداف، هذا حتى هويا راه فيه داير 200 درهم، فيه 100 امل يمكن ولا اكثر، بقيله هذا ومهم راه طبيعي 100%. كذلك دخلوا لكم حتى زيت ديال تساقط الشعر، هذا حتى هو طبيعي مخلط ديال مجموعه ديال الزيوت بالثمن ديال 140 درهم. وكذلك انا اللي جابني هو هذا الماسك هذا ديال الرجلين، كتعرفوا دابا راه الصيف كنبغيو هكا لي ماسك هكا ديال الرجيلات، حيت كنلبسو سنايدلات وهكا كنبغيو هكا رجيلاتنا يكونوا زوينين. هذا راه الثمن ديالو 60 درهم، راه بقات غير هاد لابياس، راه انا خديت وحده. كاين هاد الكوفخي، كاينين لي زاكسيسوار، كاينين ليغان حتى هما راه داخلين ديغان لي زوينين كيف ما كتشوفوا. هذا راه بالمايو وعاد لاغان في الفوق وفيها الزياده والنقصان ديالها، وهادو راه ديال برا البنات ماشي ديال المغرب. كاين كذلك هاد المايو هذا اللي فيه هاد العيبه هادي اللي ما كتخليش لاغان تطوى، وخلاص راه كاين عندهم حتى ديك ديال الساعه الرمليه، راه شي حاجه اوريجينال، راه كنت قلتها لكم ديك المره وتبارك الله راه تباعوا ما بقاوش. كذلك عندهم حتى القفطناس هكا المناسبات، كنتي نفيسه معروضه خطوبة، هانتوما شوفوا هذا شحال زوين، الخطوبة أولا تعارف أولا. كاين عندهم كاين حتى ديال جوهرة طالعين، جوهرة شي حاجة لي زوينة، شوفوا البنات فيها لوينات هانتوما كتشوفوا. وخلاص راه عندهم حتى جليبات، جليبات لي زفنين جايين هكا ديال الكريب، الكريب ديالهم زوين، خدمة متقونة وفيهم لوينات، وراه الثمن ديالهم غير 600 درهم البنات. شوف فيهم لوينات زوينين وخدمه متقونه كيف ما كتشوفوا، وتبارك الله راه السلعه طارت راه ما بقاتش، بقى غير كيف بياس هكا. شوفي هذه فيها طريزه هكا في الجهه ديال الافتتاحات لتحت، وخلاص العبايات راه ما بقاتش فيهم كونتيتي لي كثيره، تبارك الله. شكرا لكم بعدا على الثقه ديالكم فيا اللي جيتو وخديتو عبايات، كنقول لكم لهلا خطيكم، تبارك الله راه ما بقاتش كونتيتي لي كثيره، اغلبيه ديال لي موديل راه مشاو تباعوا. وان شاء الله غير دخلت سلعه جديده غادي نبارطاجيها معاكم. كاين اوسي هذه اللي فيها هكا دو بياس، كاين فيهم هاد المارون هذا، عرفتي هذه التوب ديالها شحال حريري ورطب غزاله، بقاو فيها دو بياس. كاينين هذه التخوا بياس اللي بقاو فيها في النواغ، وهادو تيجيو هكا ديغرادي حتى هما دو بياس، كتجي فيهم هذه في التحت، وكلهم راه بيان سور بالشال ديالهم. كاينه هذه حتى هي في هذا الغوز، جايه هكا بليزاز تراس، هاد لي نوار كاملين، هاد الفاغ حتى هي يا حتى هي كتجي رائعه في اللبيسه. كاينه هذه حتى هي يا عبايات لي زوينين صراحه، وبثمن لي مناسب جدا، وراه عندهم حتى التكاشطات كيف ما كتشوفوا طالعين واجدين البنات، وثمن لي جد مناسب. شوفوا هذه راه الثمن ديالها 1950 درهم، غير باش تاخذوا فكره. شوفوا عاوتاني هاد القفيطان هذا تيجي هكا بالمجيديل ديالو، حتى هو صراحه زويون، كاين فيه حتى هاد البلوسيال حتى هوايا. وكاينين جليبات هكا دو بياس، كاينه هذه ديال جوهره حتى هي فن البنات، جايه هكا دو بياس. وكاينه هذه حتى هي يا بجوهره امبريمي في التحت وبالطريزه هكا في التحت، حتى هذه راه باقا زوينه. المهم تبارك الله راه المحل زوين وكيجيب سلعه زوينه. هذيك بحال هذيك كنت خديت لبستها في الكري، تجي رائعه هذه في البيصه. شوفوا كي دايره لا كوب ديالها، جايه بحال شوف سوري، شتو البنات كاينه ثاني هذا الشكل هذا في النواغ، مابقاش فيه بزاف. فايت صورت لكم هذا الشيء كله تقريبا، المحل تبارك الله راه زوين، تعامل راقي
ونتمنى ان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، وغادي تجي سلعة جديدة ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم في اقرب وقت. وهنا الغزالات جيت للسوق لحد عند حسن ستور، جيت باش ناخد بيركيني ديالي للصيف وخديت معاه شي حويجات غادي تشوفوهم معايا في اخر الفيديو، ومشيت كذلك حتى البوتيك العراقي خديت عنده بيجامات لبنياتي. غير هذاك الفيديو غنخلي لكم حتى الفيديو اخر حيت الفيديو غادي يجي طويل بزاف. تبارك الله راه جاب لكم الجديد، وديما التجدد تجدد تجدد حتى ان شاء الله حتى تقولوا بركه. ان شاء الله حسن ستور هذا هو الشيء اللي تيميزو، التعامل والجديد ديما. بالنسبه للخدمه التوصيل راه دائما متوفره عنده، وفيما كنتي توصلك البيركيني ديالك حتى لباب الدار. كذلك راه عنده حتى كسيوات دي زونسومبل عنده، راه دائما تنصور لكم هذا المحل. وبشهاده الجميع راه محل اللي زوين، وما شاء الله راه كان المحل عامر عامر عامر. ومع ذلك صورت لكم الجديد وغادي نوريكم البركيني اللي خديت. ندخلوا موديلات جداد في البركينياك. كاين هذا الموديل، هذا غران تاي كاين هذا السامبل. هذا بالنسبه للي تاي اللي واصلين في هذا 4 اكس 7 و حتى هما تيكونوا دو بياس هذوك. من غير البوني والفولا. ايه هذا حتى هو زويون. هذا هذا فين وعاد الكولون، الكولون والبوني. الكولون ما تيجيش هكا لاصق، تيجي بحال دغوا. زويون صراحة. وفيه اللوينات. هذا فيه نوار، فيه غير نوار. ام حتى لتروا اكس ال، حتى لتروا اكس ال. ايه هاد ستيلات هادو زوينين، كيجيو هاكا بحال بحال شي غوب هاكا كيجي مشكل. كاين هاد الزواق هادي تا هي. ايه كاين هادي كيجي طويل. كيجي علينا الركبة. تا هو فيه حتى الدوبل. فيه ام حتى الدوبل اكس ال. كاين هادو. هاد السيلة هادا زوين تا هو. البوني إيه تيجي نسكم أو بالبوني أو البونتاكور. إيه هادو يلا جداد. إيه ايه هذا جاي فيه جوج تلوينات بلي مونش. هذا بالكولون ولا بالبونتاكور؟ هذا بحالو بلي مونش. بالنسبه للثمن 300. هادو 230. هاد لا نوفيل كوليكسيون كلها دايره هاد الثمن. لي غران تاي 330 و 300. غير بالنسبه لهاد الشيء اللي جديد اللي جا اليوم، اما بالنسبه للقدام هادو بحال هادوك لي صو هادو درتو فيهم بروموسيون. هادو جداد بحال هادو ديال العام اللي فات ياك. نقصي فيهم 230. بالنسبه لهادو كاينين باقيين فيهم لي طاي. طاي كاع لي موديل. يلا جاوا اليوم. هذيك لاكيت هما زويونين صراحه. هادو صح كونفورتابل. فيها نوار، فيها هاد الفوشي هذا، فيها هاد السومو، وفيها نوار سامبل. فيها لي بوان سيغ تالاش؟ من 36 حتى 41. من 36 حتى 41. بالنسبة للثمن؟ الثمن ديال هادو 60. 60 درهم. ولكن راه زوينين، ماشي دوك اللي جايين هاكا بلا. هادا ليكرا، ليكرا ولكن ليكرا زوينة. التوب ديالها زوين، بلاتي نزومي ليكم تشوفو.
الثوب ديالها زوين وفيها التام هذا ديال البلاج زوين صراحه. راه البوركيني فيه وفيه كتكون ليكرا اللي عاديه وكاينه ليكرا هذه ديك دغيا كتنشف ومزيانه. كاين ديال لوكال اللي بغى شي حاجه ناقص الثمن راه كاينه ديسپونبل عندي هي، ولكن كل حاجه والثمن ديالها داكشي اللي كاين فعلا. كاين ديال لوكال وكاين ديال ليكسبور. ليكسبور دخلتي حتى هاد لا ساك هادو زوينين هادو بارين هادو صراحه فيهم هاد الشكل وفيهم هاد الشكل. كاين هاد الشكل عاوتاني في البوركي هادي ميمون اييه بالنسبه لي ما دايرينش الحجاب. بحال السيوه جاي معاها جاي المايو ديالو كيبغيو شي حاجه مستوره ولكن تيجي هكا بوركيني عادي غير هو في عوض الكولون دايرين فيه مايو. طيب ديسبونيبل من الام حتى لدوبل اكس ال. من الام حتى لدوبل اكس ال الثمن هذا 230 230 كاين هذا الشيء هذا سامبل اييه هذا السامبل هذا تقريبا بحال اللي خدات بنتي اللي عرفتي لي كرا ديالو البنات زوينه بزاف كتحسي بلا كاليتي راه زوينه وتجيب الكولون بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا السامبل البوني والفولار تبارك الله راه عنده لو شوا ما شاء الله والسلعه راه جديده ديال السيرفيتاش مازال ما تخلاش اييه يوم التيوات راه يا البنات شتوها لي زونسون ولا تي شيرت اوفر سايز تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله كاين موديلات زوينه اللهم بارك. جاو لي غون طاي راه ديما تنقول مديوم حتى لست سات سبعه اكس ال تبارك الله راه اللي ما بغاش زعما اللي ما لقاتش البوركيني راه غتلقاه عند حسن ستوك. هاد لي ساك هادو شحال الثمن ديالهم؟ هادو دي ساك فيهم موديل خصني دابا هذا داير 120 هذا حتى هو 120 واحد الموديل اخر داير 100 زوين الصراحه. هذا تيجي فيه الشبكه الصغير وفيه هذا الكبير تيجي بجوج تيجي بجوج فيه هذا وفيه وازرق زوينين صراحه وخلاص راه عنده حتى الفوطات راه وريتهم لكم داك النهار فوطات ها انتم راه الفوطات تبارك الله راه رطبه وتيجيو دوبل دوبل فاس وفيها الصغيره والكبيره فيها الصغيره والكبيره تيجيو بجوج ولا غير كل وحده بوحدها هذه الصغيره ديالها الصغيره ديالها شحال دايره 100 الكبيره 120 بالنسبه لي كاش مايو حتى هما راه عندك ياك كاش مايو بوحدها معهم بالنسبه للناس اللي كيبغيو ديجا كان عندهم شي بوركيني اولا شي كومبين بحال دابا انا بناتي عندهم دي كومبين العام اللي فات خديتهم ليهم وما تيلبسوهمش على ود هاد هكا كتاخدي كاش مايو هكا كي كتلبسي وانت مرتاحه فيهم لي طاي حتى هادو لا هادو ستوندار هادو ستوندار هو فيه تيجيو هكا ديال لا موسلين زوينين وفيهم لوينات اللي مختلفين ديال البنات الصغار هما اي راه كاينين عندو هادو صغيورين هذا يلا شي 3 سنين بحال هكا 4 سنين البوني ديالو هي بالبوني وبالبون تاع كور شحال دايرين هادو هادو دايرين 150 150 هي هذا حتى هو يا ديال ليكرا جاي هكا كاين هي وجاي حتى هو بالكولون ولي بوني ديالو هي كولون تا هو سيري ولي بوني في الشال والبوني البوني تا هذا الفولار فيه الغابيل ديال البوركيني غادي يكون عندي واحد يومين ديال المحتجبات هذا جاي هذا طويل البنات هذا راه ديال امبيرميابل ولامبيرميابل اللي خفيف ماشي داك لامبيرميابل اللي غادي يزمت اولا داير بحال الباش وطويل بحال الجلابه
والله الا زوينه الناس. هذا بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على شي حاجه مستوره ها هو، وفيه دوك السيورات في الجناب. هذا امتى غتدخلوا ان شاء الله؟ هذا غيكون في واحد يومين. يومين شوفوا البنات والله الا، وشوفوا السروال راه حتى هو واسع وعاد فيه هذا الريكلاج ديالو من التحت، زعما اللي بغات هكا كتخاف هكا يطلع عليها اولا مع الماء اولا هكا كتسيريه بحال هكا كيكون مريح. وشحال فيهم لي طاي هادو؟ هذا لي طاي فيه من ال حتى ال شوفوا البنات راه كيجي طويل كيبقى يلا واحد شويه اللي باين، اما بالنسبه لشي وحده قصيره بحالي هكا راه غادي يجيها ما غاديش كاع يبان السروال. وبالنسبه للثمن ديالو؟ هذا الثمن ديال 300 درهم. امتى غتجيبهم؟ هذا الجمعه غيكون عندي ديسبونيبل في اللوينات كاملين. الجمعه ان شاء الله. والله الا زوين، حيت بزاف البنات كيبغيو بحال هكا شي حاجه تكون طويله، راه وفر عليكم حسن. وراه عنده حتى لي سيرفيت عنده، باش نوريك واحد اخر اللي فيه شي بياسه تقليد. هذا بالكاش. هذا كاش كيجي هكا بحال كيمونو. حتى هادو زوينين. اييه جاي هكا البوركيني في الفاغ زوي، وانت هو صراحه اييه تيجي في التحت سامبل، وعاد كتجي كيكون الغابيل ديال التوربان. وهذاك راه تيجي حتى هو سامبل من التحت زوي. وين هذا؟ هذا ما فيهش كونتيتي بزاف. ولي طاي شحال فيه؟ هذا كون فيه من ام دوبل اكس دي. وبالنسبه للثمن ديال هذا؟ 350. حيت فيه 3 بياس. مالقيتش فيه بزاف. هذا مودالينا. مودالينا سلعه ديال تركيا. عجبني ولكن جا صراحه. هادو شحال دايرين؟ هادو 80 درهم. 80 درهم فيهم هاد الزرق بلو مارين وهذاك الشكل ثلاثه الالوان ديال البنيتات. هادو فيهم من 10 سنين حتى 18 عام. من 10 سنين حتى 18 عام. هي راه صورتها هو هذا نيت. وشحال الثمن ديال هذا؟ 190. هانتوما راه كيجي زوين هكا في اللبسه بالنسبه للبنيتات، والكرا ديالها زوين، الكرا ديالو زوينه، لا كاليتي ديالها زوينه. هاد الكري هاد البلو مارين بحالو بحال هذا ياك، حتى هو من جديد اللي دخلت ياك. هادو كاملين من غير كاملين اللي حاط هنايا جديده. لا من غير هادو اللي صورتهم هادو ديك المره. هذا اللي ما صورتوش. ودخل هذا. هذا حتى هو زوين. وين هذا؟ وتيجي لاصق هذا. تيجي تيبان بحال راه دو بياس، هو راه غير بياس وحده. كاين واحد الموديل اخر يلاه دخلت اليوم. هذا زوين. وين هذا الصراحه؟ من 3 اكس ال حتى ل 5 حتى 6. حتى هو تيجي هكا امبرميابل، والسروال كيجي هكا واسع، والشالي والشال البوني والفولار. تيجي هكا دو بياس. حتى هو فيه لي طاي قلتي ليا. حتى ستة حتى ستة. والثمن ديالو؟ 300 حتى هو. وراه لي كغون طاي اللي كتلقايهم ما كنلقاوهمش في السوق. راه عرفتي السلعه ديال لوكال الشيطره ليها هذيك لي كرا كلها كتجبد كتيرة. كتيرة. هذاك الشيء اللي كاين، واحد ولفتي الكليان ديالك شي حاجه زوينه كتبقى. ولا الواحد غير خصك تقول ليه قول ليه شنو كاين شنو كاين هو ياخذ فعلا. هذاك الشيء اللي كاين. هذاك الشيء اللي كاين. الله يسخر.
وهنا الغزالات ديالي دخلت قيس هكا البوركيني اللي غادي يجيني في لاطاي. قيست صراحه شحال ديال لي طاي 4 اكس ال ما جاتنيش. قيست شحال قيست 7 اكس ال جاتني كبيره بزاف. والخمسة هي اللي لابسه دابا جاتني هي هذيك. هنايا راه كنت مازال جامعه هذاك الريكلاج، اما راه هو فاش كتلقوه كي ما كيبينش كاع لاطاي، كيبين كتبان زعما كيبان البوركيني مستور ووافي. هنايا غير انا جمعته لكم باش نوريكم، وباش حتى الا كنتو داخلين هكا البحر اولا لابيسين تجمعوا هكا باش ما يبقاش يطلع عليكم. هنا راه ما لبستش السروال، ما قيستوش حيت عارفه غادي يجيني راه واسع وتبارك الله الاستيك، وعاد كيجي معاه البوني والفولار ديالو. هنا راه كنت كنقيس حتى لي شابو. غادي نوريكم شنو خديت في الاخر ديال الفيديو. البنات يلا دخلت غادي نبارطاجي معاكم شنو خديت عند حسن ستور وشنو خديت في السوق. مهم اول حاجه خديتها كانوا عندي البنات هادي بوركيني حيد هادي باش نوريكم. هادو كانوا عندي ديال العام اللي فات ديال بناتي لي كومبي، راه قلتها لكم في داك الفيديو اللي قبل، قلت لكم راه ما بقاوش كيلبسوهم قلت لكم في داك الفيديو اللي قبل من هذا ديال حسن، فصورت لكم لي بوركيني الجديد ديال البوركيني عند حسن، قلت لكم راه ما بقوش كيلبسوهم ليا. وفاش مشيت لعندو لقيت لي كاش مايو كيتباعو بوحدهم. لقيت واحد السيده سولاتو عليهم ودخلات خداتهم، ويطيح عليا الفكره ديال انني قلت علاش لا ما ناخذش لبناتي حتى انايا لي كاش مايو لهاد لي بوركيني هادو اللي خديت لهم العام اللي فات، سورتو لا ماركه ديالهم زوينه وباقيين جدادين واستغلوهم هكا. كتعرفوا هادو راه تيجيو هكا شويه تيماركيو لا طاي من اللور، وهما ما بقاوش باغيين يلبسوهم ليا. فشنو منين شفت هذيك السيده خداتهم قلت انا خصني ضروري ناخذهم، ولكن ما لقيتش اللوينات اللي زعما كثاري، ما لقيتش لو شوا. ولكن هذا سبحان الله العظيم تقولي راه ديالو هذا كاع هذا. هانتوما نوريكم هذا وجهه فن فاش لبساتو، هذا تقولوا ديالو حيت فيه نفس اللون هذا السومو هذا. شو البنات شحال زوين هذا السومو هذا، راه هو نفس هذا اللون هذا. هانتوما فيه حتى هذا الصفيفار، مهم هذا اللوين هذا هذا لو جون فيه مهم تقولوا راه ديالو ما تفرقوهمش. وهانتوما راه كيجيو كبارين شو البنات، وعندهم هكا هادو ملي تيتربطوا بحال هكا. سمحوا لي راه معلقاكم هنايا نلقاكم باش نوري ليكم. وبالنسبه للاخر ما لقيتش لوين هكا، لقيت واحد فيه الموف، ولكن فيه الموف والصفار راه غتشوفوه في الفيديو، جاو فيه بحال فيه بزاف ديال الالوان. وخديت له هذا راه حتى هو فيه واحد الدرجه ديال الموف، نسي نوريها لكم. ها نتوما هاد الدرجه ديال الموف شفتوها البنات، تقريبا راه بحال هادي، ولكن فاش لبساته معاه جاها زوين، واخا زعما فيه هاد الماغون فيه الكري جا معاه. شو البنات جا معاه زوين. مهم كفكره بالنسبه للبنات اللي عندهم دي بوركيني قدامين وما بقاوش كيلبسوهم حيت قصارين عليهم اولا شي حاجه، من الاحسن هذا خدوا ليهم هكا لي كاشمايو. خديت هاد الصنادله هادي هاد الكلاكات هادي، هادو راه لا بوانتور ديالهم راه شويه كبيره. هنا راه خديت 41 يلاه جاتني انا نورمالمون كنلبس 130 39. المهم الا كنتو غتاخذوهم خذوا بوانتور كبيره على هادي باش يلاه تجي قدكم. وخديت الشابو اللي شفتو معايا في الفيديو خديت هاد الشابو هذا هاد الزريرق. انا عندي واحد العام اللي فات خديته في الابيض، وقلت هاد المره نبدل ناخذ هاد الزرق هذا زوين صراحه. وخديت بيرتيني لي شفتوني لبستو معاكم في الفيديو، هو هذا صراحه زويون. انا عندي ديال العام اللي فات باقي عندي، باقي حتى هو زوين. غير هو جاي 3 بياس، فيه البودي في التحت وعاد الكولون وعاد البوني وهذا بحال هكا، وجاي في الكحل. هادشي كله في الكحل، هنايا الكحل وهادو راكم شفتو العام اللي فات كنت كنمشي به لابيسين. هذا باش عجبني ما فيهش هذاك التحتاني، جاي كله بياس وحده. شفتوا البنات هذا بياس وحده، وخديت 5XL شو 5XL، وعاد فيها الريكلاج كيف هذاكم باش تبان لكم. هانتوما راه فيه 5XL وراه فيه الريكلاج هنايا ملي كتزيدوا اولا كتنقصوا على حسب شنو بغيتو، واش بغيتو تنقصوه اولا بغيتو تزيدوه. شو من هنا ومن هنا الجوايه بجوج،
على حسب، وتبارك الله عريض ومازال باقي فيهم الخمسه فيهم السته والسبعه عندو لي غون طايف لي بيركين. هانتوما راه ماركه تركيه، هذه راه ماشي شي ماركه اللي هذا ماشي ديال المغرب، هادو ديال تركيا. وعاد معاهم الكولون، داك الكولون ديالو عادي سامبل، تيجي هكا كولون التوب ديالو خطير البنات. وعاد كاين فيهم هاد البوني، وراكم شفتو كلشي في الفيديو، وهاد البوني هاد التوربون هذا بالنسبه للبنات اللي مكيبغيوش يديرو هذا كيديرو غير هذا، اولا كاين اللي كديرهم بجوج كدير هذا وكدير فوق منه هذا. المهم هادشي اللي خديت عند حسن. وبالنسبه ل مشيت عند بوتيك العراقي البيجامات، خديت هاد جوج بيجامات لبناتي. ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو، ما بغيتش ندير لكم فيديو طويل حيت ما بغيتش ندير لكم فيديو ديال البيجامات مع هاد الفيديو حيت الفيديو غادي يجي طويل. فخديت لهم هكا البيجامات، بغيت غادي نوريهم لكم ان شاء الله غدا نحط لكم اولا بعدو غادي نحط لكم الفيديو ديال العراقي، غادي نوريكم الجديد اللي جاي. هانتوما هاد البيجامات هادو ديال بابيون، هادو راه هما اللي خرجوا هاد العام ديال بنيتات، غير هذا شكل اخر. هادوك اللي كنت كنلقى كتجي هاد الفتحه هادي في الوسط، هادي جايه في الجنيب وكيجي هكا الفوقي ديالهم سامبل. هذا راه فحال تقول واحد الزرق بلو دجين اولا كري، ما بين الكري والزرق. والسروال ديالو عطيت التوب ديالهم خطيره البنات، هادو راه دايرين 130 درهم، واللي جا من طرفي راه غيبقاو لكم 100 درهم. شوف البنات التوب ديالهم فن غزال، فيهم حتى هما هذا في هذا البابيون هنايا وجاي هكا طويل. شوف البنات فيه نفس هذا اللوين هذا اللي كاين هنا راه كاين هنايا زوينين. خديت هذه لبنتي وخديت هذه لبنتي الاخرى هكا باش يدوزوا الصيف راكم عارفين. هذه جايه بحال تقولوا غوج بغيك، اللوين ديالها غوج بغيك. شو خديت لهم لا طاي ال باش يكونوا مرتاحين فيهم. وهذه حتى هي نفس الشيء بالنسبه للسراويل، عرفتي السروال البنات بغاتكم تقيسوا وفي التحت ديال السراويل كيجيو فيه هاد الفرافر بحال هكا كيجيو غزالين. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم بحول الله. ما تنسونيش بلايكاتكم، تعليقكم زوينه، بارطاج الفيديو، وبسلام عليكم.